هنفضل برضو في ملف الصحة، لكن وقعة حصلت في أحد المستشفيات، مستشفى الكلى بالمنصورة، جات لها مريضة مصابة بفشل كلوي وتم تحديد ميعاد علشان زرع كلى ليها، لكن راحت هذه السيدة واتفاجئت أن المستشفى رفضت دخولها ورفضت إجراء العملية ليها. إيه السبب وإيه اللي حصل معاها؟ ده اللي هنتابعه في التقرير اللي جاي. في غرفة بسيطة فوق سطح عقار تفتقر إلى أدنى مظاهر الحياة الآدمية، تعيش شيماء مع ابنتها الصغيرة البالغة من العمر 4 أعوام، وبخطى متطاقلة لا تتناسب مع سنوات عمرها التي تتجاوز 30 عاما، تبدأ شيماء رحلتها في البحث عن مستشفى تقبل حالتها. ينهكها الفشل الكلوي ولا تجد من يرأف بحالها بعدما طردت من إحدى مستشفيات مدينة المنصورة، فاجتمع عليها إلى جانب معاناة المرض وقسوته خلة حيلتها في إيجاد مستشفى بديلة. أنا كنت راح أولد في مستشفى الشاملة، رحت هناك عشان أولد وكده، فهناك الدنيا دم ملوث وقطعوا الخلاص فيا. بنتي دي رضعت مني 10 أيام، بعد كده دخلت في غيبوبة، نفسي على وما كانش فيه ولا مستشفى راضية تقبلني. ودوني الجامعة، هناك عملولي فحوصات ودخلوني العناية المركزة، كل دوت وكان معايا النزيف برضو مستمر. وطلعت من الجامعة وأنا بغسل كلى، أنا بس عايز أخف عشان بنتي، لأن هي ملاش حد غيري. لا تمتلك شيماء من الدنيا سوى ابنتها الصغيرة وشقيقها الذي يرعاها بكل ما أوتي من جهد وقوة، رغم أنه لا يمتلك قوت يومه. قرر التبرع بكليته لإنقاذ حياة شقيقته، واصطلى مبالاة من المسؤولين حتى وإن انتهت حياتها. أنا اللي هتبرع لأختي بكلية من عندي، مفيش مصدر رزق ولا دخل ولا معين، أنا رجل أجير شغال على دراعي، مقيم بغرفة، بشيل أختي وبنتها على كتافي، بتروح مستشفى الغسيل لازم أروح أسأل عليها، مفيش إمكانات متوفرة حاليا حتى في الأوضة اللي أنا قاعد فيها. تواجه شيماء الموت من أجل الحياة ورعاية ابنتها فلدة كبدها، لا تأمل إلا في علاج وزرع كلية جديدة بعد أن بدأت تنضب من جسدها الضعيف مستسلمة لمرض شرس كالفشل الكلوي. مصير علاج كثيرين من قليل المال يبقى معلقا بقرارات مسؤولين بمستشفيات مجانية لا يملكون الذهاب إلى سواها. قد يحالف الحظ بعضهم، وقد يلقى آخرون مصير شيماء وحيرتها التي لا يشعر أحد بآلامها ومعاناتها، تنتظر الأمل البعيد. محمد رياض، الحاليوم. أنا معايا على التليفون دكتور أشرف حافظ، مدير مركز الكلى التابع لجامعة المنصورة. برحب بحضرتك معنا دكتور أشرف. أهلا بك يا أستاذة لبنى. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. عرض مؤثر جدا يعني صراحة يعني. عند حضرتك حق يعني، وطبعا يعني جداً. كم حالة وكم قصة زي قصة شيماء موجودين في مصر، لكن احنا وقفنا يا دكتور أشرف إن مركز الكلى في جامعة المنصورة يعني بيشار إليه بالبنان، ومن أشهر المراكز وأفضل المراكز على مستوى الجمهورية، وأيدي بيضاء مع كل المحتاجين، فليه الواقعة دي حصلت مع شيماء دكتور أشرف؟ طيب تسمحي لي بس أنا هقول نقاط سريعة تخدمها للموضوع. طيب إحنا كمركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصور الشهير بمركز جنين، يا فندم، أولويتنا إن حق المريض المصري إنه يحصل على علاج مجاني جيد مع معاملة إنسانية تحفظ كرامته، ده نمرة واحد. تمام. احنا نمرة اتنين، احنا من المراكز الحكومية المهددة بالانقراض التي تقدم خدمة طبية مجانية على مستوى عالمي لا يقل عن امريكا وكندا.
ايه مشاكلنا بقى؟ احنا بيجي لنا يوميا في العيادة الخارجية من 1200 الى 1400 مريض. بيجي لنا 400,000 مريض في السنة. المريضة الأستاذة شيماء اللي موجودة من محافظة البحيرة، تخيلي حضرتك احنا بيجي لنا من جميع أنحاء مصر. احنا عندنا 9 غرف عمليات شغالة يوميا و270 سرير، ده أكبر قدرة استيعابية في العالم. بنعمل زراعة كلى 100 حالة سنويا. وصلنا 2800 حالة حتى هذه اللحظة. طيب ليه حضرتك هتسألي طيب ليه الإقبال جامد علينا؟ نمرة واحد، الخدمة مجانية بالكامل. مفهوم. احنا في أول خطوة اللي هي التحضير لزراعة الكلى، دي مكلفة. بعد كده زراعة الكلى. نمرة ثلاثة، أي مريض من الـ 2800 مريض اللي تم زراعة كلى لهم بيتم متابعتهم مدى الحياة وصرف العلاج لهم مدى الحياة. حتى الحامل لما بتحتاج تولد قيصري بتخش المركز عندنا وتولد عندنا. ده مكلف جدا جدا جدا، واحنا مصرين كإدارة مركز وكأطباء ان تفضل خدمة مجانية تماما مدى الحياة. بنصرف علاج في العيادة الخارجية ب 5 مليون جنيه في الشهر، منهم 2 مليون جنيه الأدوية المثبطة للمناعة اللي بياخدها. طيب المشكلة حضرتك ايه؟ احنا عندنا قائمة انتظار طويلة. قائمة الانتظار على برنامج زراعة الكلى المجاني بالكامل ويمكن الوحيد في مصر تصل فوق سنة. دي نقطة. النقطة الثانية، احنا بنحط المريض على قائمة الانتظار لما بيبقى جاهز لزراعة الكلى. يعني جاهز يعني التحاليل جاهزة والمتبرع جاهز. يعني في حالة شيماء يعني مثلا بتقول انا اخوها انا جاي لحضرتك في حاجات، في حاجة اسمها الاجسام المضادة. الاجسام المضادة دي لما بتتكون في الجسم بترفض زراعة الكلى فبنأجل شوية. هي من الحاجات اللي بتزود الاجسام المضادة حدوث حمل. الأستاذة شيماء أثناء تحضيرها لزراعة الكلى حصل حمل، وبالتالي الأجسام المضادة زادت في جسمها، فكان لازم ننتظر. كانت موجودة عندنا في المركز يوم الأربعاء الماضي 1 مارس لإجراء عشان تعيد التحليل بتاع الأجسام المضادة. طيب. تحليل الأجسام المضادة ده بيتكلف 1500 جنيه للحالة، وإحنا بنجمع الحالات وتطلع النتيجة في خلال أسبوع. فهم لما جم كانوا فاكرين ان يوم الاربع الماضي ده موعد زراعه الكلى، ده كان مجرد موعد اجراء التحليل. واللي فهمته من معلوماتي من الدكاتره اللي كانوا موجودين يومها ان هم ده اثار غضب لديهم وغادروا المركز. طب لكن طبعا تحليلها قالت ايه يا فندم؟ معلش انتك التحاليل ما عملتش التحليل يوم الاربعاء، رفضوا اجراء التحليل. طب لا معلش، رفضوا الاجراء التحليل ليه برغم ان ده كان معاد؟ عشان النتيجه عشان قالوا لهم ان النتيجه بتطلع من اسبوع الى 10 ايام نتيجه التحليل. دي المعلومات اللي عندي. في جميع الاحوال المستشفى الجيد هو المستشفى الجيد في ذهن المجتمع، وطالما ان المريضه بتشتكي يبقى الحق، احنا بالنسبه لنا الحق عند المريضه او المواطن. كويس. احنا موجودين في مركز امراض الكلى والمسالك البوليه. اخو المريضه اللي هو المتبرع كان جالي المكتب من حوالي اسبوعين ثلاثة، وكنا ارسلناه عشان يعمل التحاليل، فانا اعرفه، انا شفته قبل كده. طيب. يقدر يشرفني وهو عارف المكان بكره في مركز امراض الكلى والمسالك البوليه، وهنجري التحليل وهتتحط على دورها في قائمه الانتظار. قوائم الانتظار كل اللي على قائم الانتظار امراض عندهم فشل كلوي، ونحن نقدر الحالات الخاصه بنديها اولويه في الحقيقه. وانا بكلم حضرتك كنت هقول لك يعني طب امتى الميعاد وقائمه الانتظار؟ حضرتك بتقول لي في عندنا قوائم يعني لسه قدام سنه، بس اكيد في اولويه. ومين اللي حالته حرجه؟ مين ما قدرش يستنى؟ مين كل حاجته جاهزه كتحاليله كوجود متبرع؟ حضرتك اللي على قائم الانتظار الاكثر من 100 دول كلهم جاهزين. انت عارفه حضرتك المشكله في ايه؟ لا المشكله ان احنا عايزين اكتر من مركز كلى. ايوه حضرتك بتقول لي ان من المراكز المهدده بالانقراض، فانا وقفت قدام العباره دي يعني لا انا بقول لحضرتك المراكز الحكوميه التي تقدم خدمه مجانيه بالكامل، مجانيه بالكامل في مستوى عالمي. تقديم خدمه صحيه مجانيه مكلف جدا جدا جدا، لكن احنا نمره واحد للحق الدوله تدعمنا في الموازنه جيدا، وبيجي لنا تبرعات من المصريين بتساعد على اننا نقدم خدمه. انت ممكن تزود مخلصة. عدد الاسره، الامكانيات، الطاقم عند حضرتك. ما انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا العدد اللي بنشتغله ده اكبر عدد في العالم. المشكله
مرتبطة بالموازنات. احنا حضرتك هتلاقي حضرتك من المستشفيات القليلة في مصر لما حدش طلع قال ما عندنا. احنا كان في أزمة المحاليل كان عندنا محاليل، في أزمة الأدوية كان عندنا أدوية، في أزمة أدوية المناعة استمرينا. احنا عندنا إدارة مش شخص، إدارة للمركز بصفة عامة من أيام الدكتور غنيم جيدة، عندنا ستوك مخزون من كل شيء بحيث ان احنا نفضل حتى هذه اللحظة مفيش عندنا مريض بيشتري حاجة بجنيه، ومصرين على ان كل شيء يفضل مجاني. بس عشان الضغط. بس ايوه عشان الخدمة دي يعني ايه يعني يضمن ليها الاستمرارية والضغط وتقدر تستوعب كل الناس. يا مروة الحل ان جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة اسكندرية وكل الجامعات المصرية، لو كل الجامعات المصرية والمستشفيات الحكومية قامت بزراعة الكولا مجانا الضغط علينا هيقل جدا، لكن احنا في الاول ولا في الاخر احنا بنخدم في موضوع زراعة الكولا ده جميع جمهورية مصر. بص دكتور اشرف، حضرتك قلت لي دلوقتي انه شقيق شيماء يكون موجود عند حضرتك ويجي لك المكتب ويعني يتم اجراء اللازم، وحضرتك وانت بتكلمني دلوقتي زمايلي في الاعداد بيبلغوني ان دكتور محمد قناوي رئيس جامعة المنصورة برضو بيتكلم على انه هيتم برضو توفير العلاج واجراء الجراحة ومنتظر بكرة برضو شيماء. لكن خليني وحضرتك موجود معايا اقول انه يعني طبعا انا بشكركم على الاستجابه، لكن علشان احنا عرضنا حاله شيماء وشيماء كان ليها الحظ انها تطلع في البرنامج ونعمل التقرير عنها وناخد مداخلات حضراتكم ونسمع الاخبار الطيبه دي، لكن باقي اللي موجودين على قوائم الانتظار اللي حضرتك بتقول لي عنهم انه يعني اكتر عددهم لسه قدامنا سنه قدام، كم برنامج ممكن انه يذيع يعني حالتهم، فعشان ما تبقاش الحاله بحالتها والحاله يكون ليها نصيب ويتحط عليها كده الضوء ونهتم ونتكلم وندخلها ويتم اجراء اللازم ليها، فده طبعا شيء تشكروا عليه. لكن النقطه اللي كنت بتكلم فيها مع دكتور اشرف انه احنا محتاجين الكلام ده يتم تعميمه على مستوى الجمهوريه، ملف الصحه، ملف العلاج، واي مواطن يكون ليه نصيب وما يقعدش في دوره في قائمه انتظار وممكن تكون الحاله حرجه ومش عارف امتى يعني الدنيا هتتظبط بالنسبه له وامتى ياخد العلاج اللازم ليه او الجراحه اللي هو محتاجها. بالمناسبة دي يعني سبحان الله واحد بيتكلم على حالة شيماء، احنا النهاردة فاتحين ملف التأمين الصحي الشامل علشان الحالات اللي بنتكلم فيها دي، علشان كل مواطن يبقى عارف انه مكانه محجوز وموجود، انه لا قدر الله لو حصل له اي مشكلة مش هيلف السبع لفات ومش هيدوخ من مستشفى لمستشفى ويبقى حظه حلو لو الاعلام اتكلم عنه. فده موضوع ملف مهم جدا هنتكلم فيه النهاردة. طيب انا معايا دكتور محمد قناوي رئيس جامعه المنصوره، برحب بحضرتك معانا يا دكتور محمد وبشكرك على الاستجابه مره ثانيه يا فندم. مساء الخير استاذه لبنى، وانا اللي بشكر حضرتك. طبعا انا بضم صوتي لصوت حضرتك، بس انا عايز اقول لك ان مركز الكلى في المنصوره من اشد النقاط اضاءه في مصر طبعًا للعلاج المجاني الذي طبعا. تاني حاجه هم عندهم نظام اكثر من هايل، ان هم ما فيش عندهم حكاية ان وساطة يعني حتى ولا انا استطيع ولا وزير التعليم العالي يستطيع ان يتدخل في الدور حد عن حد، عشان بس الناس تبقى فاهمة ان هناك معايير زي ما حضرتك قلتي، وطبعا قائمة انتظار طويلة، هم بيلاقوا مين اكثر حالة خطورة مين الاولوية اكثر فيها اولوية، انما عايزين اماكن، عايزين توسع، عايزين احنا عندنا 100 حالة في الكلى، عندنا في الكبد 200 حالة، الكلى بتشتغل من الساعة 9 صباحا للتاسعة مساء، شغل متواصل على اعلى مستوى فعلا عالمي، انما مع ذلك وانا مع حضرتك مش معقول هنهتم بالحاله بس اللي بتطلع في التلفزيون والاعلام يتكلم عنها، تبدا المسؤولين تتحرك. والله احنا بنتحرك ولا نقلوا اي جهد ان احنا نخدم المريض المصري، ان انا شايف ان ده مسؤوليتنا، احنا مش بنجب على الناس، ده مسؤوليتنا، وانا منتظر الحاله برضو بكره ان شاء الله، واي شيء هقدر اعمله هنعمله، بس انا يعني بتمنى برضو من حضرتك ان نسلط الاضواء على مركز الكلى ومركز زراعه الكبد، ان نقول ان ندعو الناس ان هم يتبرعوا لهذه المراكز أيوة لدعمها، صحيح لانهم فعلا المراكز دي ما حدش شايفها، خدمه مجانيه وعلى اعلى مستوى وشغل رائع، لكن قوائم الانتظار احنا بالملايين، فيعني
عشان نقدر نعمل توسعات. احنا بنعمل في مدينة جمصة جنبنا على مساحة 55 فدان مدينة طبية جديدة بنحط فيها عدد اكبر من الاماكن. انما انا عايز حضرتك وكل وسائل الاعلام زي ما دعموا مركز الكلى الاسبوع اللي فات عايزينهم يدعموا مركز الكلى، لان ليس لدينا لا امكانيات مادية نعمل دعاية في التلفزيون ولا نعمل افلام في رمضان. فارجو من حضراتكم ان تتبنوا هذه الاماكن بالرعاية المجانية، نضع أرقام حسابات المراكز ديت لو بنقدم خدمة فعلا للمراكز الطبية. ده الدور المجتمعي اللي لازم يكون عليه. وأنا بشكرك، شكرا دكتور محمد قناوي ومع حضرتك في الدعوة دي، ونتمنى بالفعل أنه في ظل طبعا الوضع الاقتصادي الصعب والميزانية المحدودة وحتى التأمين الصحي الشامل محتاج برضو توفير ميزانية ليه والمليارات، وهنشوف موضوع الاشتراكات وهنوفر إزاي. بس في دور علينا إحنا كمواطنين لما نشوف وقعة شيماء وغيرها 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 كتير كتير، فاللي قادر لازم يدي في المرحلة دي وما يبخلش، يعني ده كله يعني ثوابه حتى في صحته وفي حياته وفي أولاده بعد كده. شكرا جزيلا دكتور محمد مرة تانية.